احتفلت كنيسة العذراء الناصرية للاتين في الصوفية بعمان بمنح عدد من أبناء وبنات مدرسة راهبات الفرنسيسكان المناولة الأولى، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه الأب حنا كلداني راعي الكنيسة بحضور أهالي المتناولين وحشد من أبناء الرعية. وفي عظته تحدث الأب كلداني للمتناولين المحتفلين عن أهمية هذا السر في حياتهم وتشجيعهم على الصلاة. أولادكم اليوم تناولوا؟ جميل جدا. هالورد الحلوة، هالشجرة الحلوة المغروسة في بيتكم أصلا، ظلكم إيش؟ شو تحطوا لها؟ إيش نحط لها؟ بدي أسمع، إيش نحط لها؟ احكوا لي شو نحط لها؟ بس دراسة؟ بس أكل شرب وألعاب؟ شو نحط لها كمان؟ نحط لها الإنجيل، نحط لها المسبحة، نحط لها الصلاة، نحط لها الإيمان. نعرف أولادنا على تاريخنا المسيحي وعلى كلمة الرب يسوع وعلى الإنجيل. فألف ألف مبروك لأولادنا وبناتنا ولأهليهم وجداتهم وجدودهم ولكل الضيوف والأقارب الجايين معهم، وإن شاء الله وإن شاء الله هالأولاد يكونوا فخر إلكم وبركة إلكم وتفتخروا أنه أنتوا ربيتوا جيل مسيحي. وفي ختام القداس تم توزيع الشهادات على المتناولين والاحتفال بهم مع أهليهم.